شكلت النماذج المعمارية التي بنيت في القدس وشكلت القدس معمارياً من أجمل النماذج التي وجدت في كل المدن القديمة، وأميز وأكثر هذه النماذج تفرداً هي الحالة المعمارية المملوكية، وأكثر النماذج في الفترة المملوكية معمارياً من حيث البروز والتميز والفرادة هو هذا المجمع التجاري الذي يحتوي على حمامين، الحمام في الجهة الغربية يسمى حمام العين، والحمام في الجهة الغربية يسمى حمام الشفا، ويتوسطهما خان يسمى خان تنكز الناصري. يقع هذا الحمام، ونقصد بذلك حمام العين، في سوق القطانين الواقع على الجانب الغربي من سور الأقصى المبارك. بني هذا الحمام بالإضافة إلى المجمع التجاري كاملاً في عام 1327، واستمر البناء وبدأ البناء عملياً في هذا الحمام بالذات عام 1337 على يد وبإشراف وبأمر من أمير دمشق المحروسة في ذلك الوقت الأمير تنكز الناصري. الحمام هو واحد من الحمامات المتميزة بنموذجيتها للحمامات العامة التي بدأت عملياً في العصر الفاطمي وأخذت فرادتها في العصرين المملوكي والعثماني، ولذلك سميت بالحمامات التركية. ولكن أصول هذه الحمامات تعود إلى الفترة الرومانية من حيث التدرج في عدد الغرف التي تعتمد على تسخين الماء من تحت الأرض عبر قنوات فخارية أو قنوات تمر عبر حجارة طينية مخلوطة وممزوجة بالقش لتعطي الحرارة المناسبة لكل غرفة من غرف الحمامات. رمم المكان بحيث أصبح حلة جديدة مميزة ببنائها والتي تحتوي على تدرج واضح في مفهوم الحمام العام من غرفة الانتظار وغرفة تغيير الملابس، وهي ما نسميها الغرفة الباردة، ثم الغرفة متوسطة الحرارة التي تحتوي على مياه متوسطة الحرارة ويقع تحتها نهاية الأميم، ومنه أيضاً الغرفة الأخيرة وهي الغرفة الحرارة التي تحتوي على البلاطة التي تساعد على وصول الحرارة إلى جسم الإنسان مباشرة، بالإضافة إلى كون الحمام كان ملتقاً اجتماعياً منذ العصر المملوكي وحتى وقتنا هذا.